ريتز كارلتون الدوحة وجهة ممتازة لمن يبحث عن الرفاهية والحداثة ودفء الضيافة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نحن اليوم في أحد أجمل الفنادق في الدوحة، أكيد عرفتوه من اللوبي والديكورات اللي تميزه عن غيره. اليوم اخترنا مطعم مميز وهو المطعم الفرنسي لامير. بيكون معنا الشيف فراس اللي بيقدم لنا بعض من الأطباق المشهورة في المطعم ويضيف عليها لمسات قطرية. خلكم ويانا. الشيف فراس بيعد لنا طبقه المميز وهو اللحم مع ام الربيان. اهلا وسهلا فيك في ريتز كارلتون دوحة في مطعم الامير. اهلا بك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شرفي. الله يسعدك. اهلا وسهلا شيف. طبعا وانا داخله المكان لفت انتباهي ان يعني المكان يطل على البحر، وان يعني الصراحه يعني حتى الديكورات حلوه. انت هوني في ريتز كارلتون بتشوفي الدوحه كلها نمبر واحد. اثنين، الامير واخد احسن اوورد ورومانتيك ذا ريستورانت في الدوحه كلها. فتخيلي انت بتيجي بتطلعي الدور 23 وعم تاكلي يعني بالمنظر، كمان المساء. نعم. المساء غير الصبح، المساء كل شيء منور في قطر. وانت عم تتعشي او مع ذا لايف باند او في قعده رومانتيك في هدوء، تخيلي انت هذا المنظر. طبعا نحن الحين بانتظار ان نروح المطبخ عشان نشوف الاطباق اللي راح تقدمها لنا. اوكي شكرا. اما لنا اعزائنا المشاهدين، خلونا نتعرف على الأطباق الثلاثة اللي راح يقدمها لنا الشيف. الطبق الأول جبنة حلوم مشوية، الطبق الرئيسي مسخن، أما الطبق الحلو راح يكون أم علي مع التمر والآيس كريم. الطبق الأول طبق المقبلات وهو جبنة حلوم مشوية. شيف في البداية حابين نتعرف عليك، كم صار لك أنت بالدوحة؟ والله أنا صار لي 10 سنين بالدوحة، وحاسس ان الدوحه مثل يعني مثل البلد، يعني مثل وبلادي، عرفت شلون؟ ايوه. وكم سنه لك كنت شيف؟ صار لي يمكن 15 سنه. شوف يلا نبتدي مع بعض باول طبق. يلا توكلنا على الله. اوكي هلا بدنا نساوي حلومي تشيز مع البيستو. ايوه مع الزعتر، ومعنا اورجولا وسلط. هلا نبلش بالجبنة. أنا بحب بحط زيت الزيتون قطورة جدا. هلا نبلش بالجبنة بس نشوفها حارة، هي سخنت شوي. طبعا بساوي ما في داعي تحط لها شيء أي 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 ملح، ها إنه هي أصلا فيها وملح. الجبنة فيها أي دهون ولا صحية؟ هي فيها 80% دهن، وطحن بسيط جدا. كم دقيقة تخليه؟ دقيقة ونص، اثنين، بدي ميكسهم اثنين. الفلفل الأسود. طبعا لو بدك تحطي لها زيت الزيتون حطي ولا يهمك. حط لها مرة ثانية. حطي ولا يهمك. هلا هي اوريدي خلصت. هلا احنا بنساوي البيستو صوص، صوص الريحان. هذا بيجي مع
الجبنة عم بقصها شوي شوي. اي يعني انا لما ست البيت اذا ما فيها تقص هيك مثلا اي قصة عندها لما تيجي بتقطع الريحان، لانه بالنهاية حيكون على الماشين تبع الريبو كاب وحيكون وليكويد. هلا بحط هاي بعدين بدي بجيب الجبنة البارميزان شوي لازم هيا بعدين بجيب الثوم. طبعا الثوم لازم يكون الفريش وست البيت بس يعني في ناس بتقصه وبتكبه في ناس عم بتضيع نصه هو بالايد بس راحة الايد بس. قديش بدي انا قديش بدي بدي مثلا واحدة او بدي اثنين الباقي بحطه بقرنة وبعدين انا بحاول ابسط لست البيت بتقشروا في ناس بتقشروا بالايد في ناس كمانين في ضغطة خلاص بالسكينة براحة السكينة عرفت شلون هيك دايما يعني ما انقطع دايما تكون اسهل دايما يعني ست البيت او رجل البيت اللي بده يطبخ اليوم يحط ايده سكينة بالوسط هي فرطة ولازم التوم يكون فريش بعدين بنجيب الباين سيت طبعا هذا فيك تسويه لسوتين وفيك تسويه مثل هيك وزيت الزيتون هاي اسهل طريقة تحطيه على الماكينة بعد ما تحطيه على الماكينة بيطلع بهذا الشكل نبلش شفتي بقى اللون شلون هلا صارت هلا نحن حنبلش بالصحن هلا نحن بنحط الجبنه بالطريقه اللي بدك اياها يعني ست البيت حسب ذوقها عرفت شلون انا بعشق كمان الزعتر شويه زعتر هذا زعتر كمان فيك تجيبي ده زعتر حلبي احمر او اخضر اي نوع ده زعتر فهمت شلون يقولون الزعتر انه فيه فوائد كبيره هل هذا صح طبعا ان في الزعتر للمعده منيح جدا نعم وجرجير اذا بدك تحطي ده جرجير طبعا هي انت مثل ما يعني هذا حسب ذوق سيت البيت البندوره اوكي هنا كمان نحط نعنع النعنع كمان حلو جدا مشان بيعطي النعنع عشان يعطي النكهة بس كمان إذا هي أخضر كله فينا نساوي نعنع مثلا ده بسيط جدا بس صحن حتى سهل حتى يعني يعطي منظر حلو يعطي والريحة منظر حلوة والريحة حلوة طبعا طبعا البشتو بسيط جدا جدا لأنه ما بدنا هتيجي على السلطة وصحتين وعافية تسلم يدك على الطبق الله يسلمك يا رب. الحلو الله يسلمك يا رب جبنة حلوم مشوية مكونة من 100 جرام جبنة حلوم 30 جرام طماطم كرزية 50 جرام زعتر 100 جرام ريحان 10 جرام ثوم 50 جرام جرجير 30 جرام زيت زيتون 10 جرام صنوبر 50 جرام جبنة بارميزان مبشورة وفلفل أسود للرز كارلتون مرفأ جميل جدا يضم عددا من المراكب واليخوت الفخمة يمكن للزوار التجول بين هذه اليخوت وأخذ صور تذكارية لها إنه فعلا مكان ساحر ويستحق الزيارة والحين ننتقل إلى الطبق الرئيسي مسخن اليوم ان شاء الله عندنا في دجاج الخبز مع الخبز نعم وهلا حنساوي مشان بدي اسلق هي
ايوه فيكي كمان يعني الدجاج بتستعمليه شي دمرتين، بتاخدي الدجاج مشان تسويه بالطبق الرئيسي، والمي تبع الدجاج بتعمليه في اليوم الثاني. هلا من هلا بنحط المي طبعا بالمي. اهم شيء بالتشيكن ستوك تكتر دست البيت. انت استخدمت البصل الابيض، هذا بصل ابيض؟ بصل ابيض احسن من البصل الاحمر. ها انه ده البصل الابيض بيقعد يومين، يوم او يومين ما عم يعطي ريحه بسرعه. عرفت شلون؟ هلا نستساوي الستوك طبعا لحد ما المي عم تغلي. لازم كمية البصل تكون أكثر من كمية الخضار الباقي. الخضار الباقي ليش؟ إنه البصل هو بيمتص كل الروائح. نعم. أوكي. هلا حطينا وقت الغار، دوراء الغار، هيل. هذا هيل أوبشن، في ناس تحط هيل، في ناس بتحطش هيل. هذا هيل أوبشن. الكردمون، عفوا الجلوف. أيوة. شوية الفلفل الأسود كورن، أوكي، و السينمون ستيك. هلا حطينا عندنا شوية، أهم شيء لا ست البيت وتنسى بنوب السلري، تعطيها على اللي بدها إياها. باقي الجزر، جد وحدة، ما في داعي لأكثر من وحدة. شايفه شلون بقصها اللي بدها ايانا؟ هذا بس مثل اعشاب عطريه بيعطي للدجاج النكهه بس. ما شاء الله الريحه واضحه. شفت شلون؟ هلا حطينا الدجاج، خليه يستوى شي 10 دقائق، شي ربع ساعه. بعد طبعا لما هو حيستوي بيطلع لنا بهذا الشكل. طبعا هو هون ده في حلين. فيها ست البيت تستعمل السكين، ايوه، وفيها ست البيت تستعمل تسوي كانه الفراطه، كانه عم بتسوي بتشلفه يعني. عرفت شلون؟ نعم. بيطلع بنهايه هيك. اوكي، هلا نحن حنساوي هلا الدجاج المسخن. نجيب طاسه صغيره، نجيب البان صغير. طبعا هاي لازم تاخذ اوليف اويل، فهذا زيت الزيتون يعني من انواع زيت الزيتون الحلوه جدا. و انا هذا بس بسويه. اوكي، شوف احنا دائما نستخدم الصنوبر يعني غير عن المكسرات. ليش الصنوبر هو ذا كينج؟ نعم. ليش؟ انه هدول هن كذا كلهم الناس عم تاكلهم بالرز، بالدجاج، له فوائد، له فوائد يعني ده كمان كثيره، وما بيسمن. هي كمان اهم شيء. هلا حطينا هي، نزود كمان زيت الزيتون. انا مثل ما فرجيتك هي الاكله بتاخذ البصل كثير. هلا بنشوف، بنساوي البصلات بعدين. شايفه شلون؟ انا على فكره انا ذبحني فيها. اوكي، شايفه البصلات؟ لازم تكون ايديك على السريع. ايوه طبعا. هاي قلتي لي كم المده اللي نخلي فيها البصل؟ عفوا، المدة اللي نخليها فيها البصل لحد ما يكون مو محروق بني، لحد ما يعني تحسي انه صار اصفر. نعم. نايم من نومه. عرفتي شلون؟ بعدين شوية الملح، بسيط ملح. اوكي، السماء. اوكي، بعدين تحطي الدجاجات. انا هون زودت الاوليف اويل ده شوي، فاذا كانوا زياده
هلا هي خلصت، بس انا بقى بزود عليه هذا شغله، هذا دبس الرمان. دبس الرمان ده هذا مهم جدا جدا جدا. شايفه دبس الرمان؟ هذا رمان. انتوا تستعملوه كثير في مطبخكم؟ في المطبخ العربي ايه طبعا. هذا هذا خبز المرقوق موجود بالسوق. نعم، خبز ايراني او خبز مرقوق ده حسب. هذا الخبز الخفيف اللي احنا نسميه. ايه ايه الخبز الخفيف. طبعا بحط الدجاج. طبعا ده ما في داعي تزود ست البيت الزيت كتير. شكله طيب. لا ميرسي جدا، الله يسلمك. لانه هلا هي حنلفها هيك، وبعدين بتلفها مثل الشاورما تماما، شوي شوي. اوبس. شوي 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 شوي. هلا نحن بنقص قص بسيط جدا. شايفه؟ لا تخافي. نعم. من هذا، هذا زيت الزيتون، لا تخافي من شيء. وكمان مشان الناس حتطمن ولا تخاف من شيء. هاي نسويها عشان يتحمر الخبز؟ حمر الخبز. لا ما في زبده، ما في شيء. شايفه شلون هلا صارت؟ شايفه شلون؟ هلا صارت ان شاء الله. يعني شكله وايد حلو. سيئمه. و تاكلي مو وسندويشه واحده، تاكلي ثلاثه اربعه. هن هي اخف من الشاورما اكشلي. ها نعم. اوكي. بعدين طبعا المكونات اللي فيها شو كانت؟ هذا دبس الرمان. هذا اوبشن، يعني فيك تحطي دبس الرمان، فيك هذا اوبشن. بس هذا الدبس بيعطي له المزاز، عرفت شلون؟ نعم. ايوه. هي مع سلطه خيار، روب مع الخيار، مع اي نوع سلطه خفيف، عرفت شلون؟ بعدين شويه السماء طبعا. بسويها. اوكي. ان شاء الله يعني طبق حلو. الله يسلمك يا رب، وصحتين وعافيه. الطبق الرئيسي مسخن مكون من 1 كيلو جرام دياي، حبه بصل ابيض، 100 جرام سماق، 200 جرام دبس الرمان، قطعه خبز عربي رقيق، 30 جرام زيت زيتون، صنوبر، فلفل اسود، ملح، جزر، سلري، هيل، ورق الغار، وعيدان القرفة. من الأشياء اللي تميز فندق ريتز كارلتون الدوحة دوره في الشراكة المجتمعية، حيث ينشطون في الأعمال الاجتماعية الخيرية. أما الآن طبق الحلو اللي هو أم علي مع التمر والآيس كريم. حسوي شيء غير وتقليدي يعني صراحة. نعم. هي أم علي بس مع التمر ومع الآيس كريم. هذا الكروسون. نعم. أي كروسون قديم ولا تكبيه. هلا بس أهم شيء بنسخن الفرايد بان، بعدين نحط شوية قطورة حليب. أنا بحب طبعا بحط السكر مع الحليب. نعم. يكون سهله طبعا. نعم. السكر انت راجعه اليك، تحبي السكر ونوعا ما عالي شوي منخفض شوي. السكر بني اوكي طبعا. ام علي طبعا الناس عم تاكل لك ام علي صعبه، ما صعبه ام علي، عرفت شلون؟ مش انا اسف، انا بستعمل ايدي بس هيك لازم الطريقه كاني بستعملها في البيت عندي. نعم. عرفت شلون؟ هلا حسوينا. نعم. طبعا هذا فيه سكر وهذا فيه كل شيء.
منزل قطورة شوي شوي. هات شلون؟ قطورة شوي شوي. طبعا اسهل منها ما فيها. طبعا في الكريم. نعم. في الكريمة بتتباع بالسوق وجاهزة، او فيك تساوي الكريم على الماكينة اذا ما عندك ماكينة بالمضرب. ايوه عارف. حطيه على التلج والمضرب لحد ما يتقل معك وتحطيه فوقيه. هلا هنبلش بالكريم. حاولي تغطيها كلها بالكريم. بالكريمة. ايوه. هلا على الفرن. يلا على الفرن. لا 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 لا. جينا هلا من الفرن. طبعا هي سخنة ولازم تتقدم بهذا الصحن. وكمان مثل ما شفنا انه الكريم ما بدنا اياه تكون اسود كله. اوكي. هلا التريك وين؟ الايس كريم. طبعا الايس كريم وات ايفر ايس كريم الست البيت بتحبه او الاطفال او الناس. حط شويه التمر لانه هي بالتمر. نعم. طبعا انا بحط لها بشويه نعناع. بهي المره دي غيرناها بنعناع. وصحتين وعافيه. شكرا لك شيف. اهلا وسهلا. ام علي مع التمر والايس كريم مكونه من 500 جرام كرواسون، 50 جرام سكر، 100 جرام حليب، 200 جرام كريمه، 50 جرام ايس كريم، 50 جرام تمر، ومكسرات. والحين وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا. نودعكم من هالمكان الحلو وبنشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.